Good morning. How are you today? Today is Thursday and today we will finish unit 4. راح انهي اليوم الوحدة الرابعة كاملة. بدي اشوف شو ركز باقي كذا تمرين يعني بدي نخلصهم عشان الاسبوع الجاي يكون عندي ريفيجن لمادة الامتحان بلس قراءة مكثفة يوميا وممكن احدد يوم لامتحان قراءة شفوي. لسه يعني ما وضحت الصور عندي، ما توضحت عندي الصور، فأي شيء راح أبلغكم فيه كالعادة، يعني أنتوا عارفين ما في مشكلة عندنا. فالآن راح في عندي تمرين بالأكتيفيتي بوك، امبارح إحنا ما كملناه. طبعاً بعتذر، أنا كنت مبلشة بشرح الفيديو وكتبت على الهونة، بعدين فصل اضطريت أرجع أعيده يعني، فهذا مكتوب أنا لأن أنا كنت بشرح وفصل. اليوم عندنا هذا التدريب، هذا التدريب مهم. عملت لكم هونة دائماً اربط انه how much بيجي وراها غير معدود و how many اسم معدود، how many معدود و how much غير معدود، تمام؟ الاني بستخدمها مع السؤال والنفي، الصم مع المثبت، تمام؟ الاني مع السؤال والنفي، بقول لك مثلا are there any sandwiches، في عنا sandwich sandwiches، شو بتقول لي؟ no there أرنت أني ساندويتشز، يعني أنا استخدمتها مع السؤال والنفي. الصم بقول there are some sandwiches، there are some sandwiches، مثبتة حطينا صم، تمام؟ تعال نحل هنا ال conversation between Bob and Alice، بتناقشوا عن البيتزا. طبعا هاي يمه بيحكوا عن البيتزا شو عليها وشو ما عليها. شو بحكي بوب؟ How many browns are there on your on the pizza؟ عندهم بيتزا، قال له قديش في عليها براونز. طبعا الماني حطينا ماني لانه براونز معدود. هلا البراونز هي عبارة عن نوع من انواع الفش اللي هو زي القريدس، سمك القريدس، اوكي. فبيسأل قدي عليها سمكة، اوكي. شو بقول؟ there are a lot، طبعا هي معدود حطينا many، وهي معدود وجمع حطينا are، there are a lot. طيب how chocolate، الشوكولاتة is there، بما انه حطينا is there يعني غير معدود، فالشوكولاتة رح تاخذ much لانه chocolate غير معدود. how much chocolate is there، احفظ معي يا ثالث، الشوكولاتة غير معدود ولا تاخذ اس الجمع، بنعاملها معاملة المفرد. بقول له chocolate on pizza، يعني احنا في عنا شوكولاتة، احنا بنحط شوكولاتة على البيتزا. there isn't رقم ثلاثة، طبعا أنا من هون باخذ غيرها الخيارات، there isn't some ولا any ولا ايه، there isn't ونفي. طب أنا النفي شو بستخدم معاه؟ قلنا any، there isn't any chocolate ولا في حبة شوكولاتة. طيب قال له there aren't olives، زيتون. طيب النفي كمان شو بستخدم معاه؟ رقم فور، بستخدم some ولا any؟ بستخدم any. هاي الإكس شو بنستخدمها؟ أني، لأنه في عنا أرنت، أرنت يعني في there aren't any olives، ما في عنا زيتون. I don't want the pizza، ما بدي هاي البيتزا، ما عليها زيتون. What is in the sandwiches، هاي السندويشات شو محشية؟ شو بتقول له؟ chicken and tomato، chicken وتوماتو، بندورة وجاج. oh god I want chicken and tomato sandwich، يعني بده سندويشة chicken and tomato. فشو بقول؟ I want chicken، I want chicken and tomato sandwich، لأنها معدود مفرد، والمعدود المفرد إما بيسبقوا A أو an، وهاي السي حرف يعني الآن مع حرف علة والA مع حرف غير علة، فحطينا chicken، chicken and توماتو، تمام؟ هون أخذنا A، إذا هون حطينا A. إذا كانت جمع sandwiches بقول صم، بس هي مفرد، مفرد معدود حط بنحط قدامها A أو an، إحنا شرحناها، ولأنه حرف مش علة، حرف صحيح، حطيناها A، تمام؟ هذا تدريب غير مهم، لأنه بدك تحط دائرة والهذا أنا ما بهمني، أنا بجيب لك تحط بالفراغ الكلمة، تمام؟ مقطع air، A والI، air، bear، hairy، wearing، bear،
بير 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 هاي معناها انجاز. يعني انا ما بهمني هذا، انا بجيبك تعبي لي في الفراغ مش تحط دائره او خط. تمام، بس ننتقل على الكتاب الملون الان. في عندي تشيك اب كامله للدروس، طلع على هذا التدريب. بدي اقول لك شو انت شايف في الصور. A cup of tea، كوب من الشاي. طيب هذا وش هو؟ هذا هذا a plate، صحن. طيب الصحن شو فيه؟ biscuits، a plate of biscuits. طيب هذا وش هو؟ هذا صحن، a plate of. ايش في هذا الصحن؟ شو محشي؟ a plate of ايش؟ خليني بالله اشوفه زين. of باستا، صحن معكرونة. طيب هذا كمان ايش عندي؟ a plate، صحن ايش؟ سلد، سلطة. طيب هاي ايش؟ لا خليني اشوف هاي. هذا كب، a cup of soup، كوب من الشوربة، حاطينه في كوب يعني. وهاي bottle، a bottle of ايش؟ of water، جنينة مي. يعني اسم الشيء واللي جواته. يعني شو هذا؟ كب، كب ايش؟ اوف تي، اي بليت اوف بسكت، يعني الوعاء شو اسمه واسم الاشياء الموجوده فيها. هنا متذكرين قاعده الواز والوير؟ الواز بيجي معاها مفرد اللي هم اللي هي الهشت يعني مع الواز، الوير بيجي معاها جمع اللي هم they we ويو. هون بتاخذ كمان اي، الاي بتاخذ واز. اجي بطلع هون احط لي واز او وير. فلو اند ايلا جمع، شو بتاخذ؟ وير. لوك لحاله مفرد، شو بياخذ؟ واز. فلو اند ايلا جمع، شو بتاخذ؟ وير. ذا ويذر لايك، الطقس مفرد ولا جمع؟ مفرد. از واز ولا وير؟ واز. وات واز ذا ويذر لايك؟ تمام. وير معناها وين، اين. هو من، هو منو، وات ماذا، وين متى، هذول أدوات السؤال إذا متذكرينها لا ننساهم. أوكي هنا هذا التدريب مهم جدا عندي. هذا انسوه. هنا المقاطع دبل أو واليو إي أو هيك بالفضل. بلو، زو، جلو سما، مون قمر. بلو، زو، جلو، مون. هلا بحط لي اير او اير نفس اللفظ بس طريقة الكتابة. وير يرتدي، هير شعر، ستيرز درج، ستيرز، بير دب. تمام، حكيت لكم هذول مش في قواعد ثابتة لهم يعني، وشرحناهن قبل هاي المرة. هيك أنا بكون شطبت الوحدة كاملة. يعطيكم ألف ألف عافية جميعا، ما قصرتوا، خاصة الأمهات عن جد تعبتوا معانا. يعني كان حمل ثقيل علينا وعليكم يعني، والطالب مو موجود قدام المعلم يعني، بس أنتن ما قصرتن وكنتن يعني ما شاء الله يعني ممتازات ومتابعات جدا ومهتمات في الأولاد. يعطيكن ألف ألف عافية. الأسبوع الجاي رح يكون عندنا مراجعة، رح أبلش يوم الأحد بقراءة، أحدد نص أقرأه وتبعثوا للقراءة. ممكن البعض يتثاقل من قراءة الطالب لأنه بيستحي وبتلبك وكذا، مش مشكلة مش مشكلة. وأنا نصيحتي إلكن لحتى ابنك يتقن القراءة يوميا، أعطيه فقرة صغيرة من الكتاب، أي فقرة يوميا سطرين أو ثلاثة يقرأهن، خليه يمارس القراءة. ما رح يتقنها إلا بالممارسة. هلا العربي ليش متقنين قراءته أحسن من الإنجليش؟ لأنه العربي موجود في الدين والعلوم والرياضيات ومادة العربي، بقرأه باستمرار بمارسها. الإنجليزي هو بس بالإنجليزي، فلحتى يتقن قراءته اتعلموا أنه يقرأ يوميا نص من 3-4 سطور وخلص بالممارس يعني، يعني يعني بالبراكتس هو رح يتقن هاي المهارة. وإن شاء الله من الأسبوع الجاي بنبلش هذا الحكي. ويعطيكم ألف ألف عافية.